FM. الكلمة ليك. كان على الرؤساء القدم معانا بالتليفون نائب رئيس سابق نجم نادي الخلادي سي وهبي زعينين حب يتدخل معانا. سي وهبي مرحبا بك. بيك أكثر وقت. تفضل سي وهبي، شنو عندك ما تقول لسي عبد الرزاق التومي اللي حاضر بحضان؟ لا نحب نشكر سي عبد الرزاق التومي على تحمله للمسؤولية، وكانت معناتها بادرة طيبة منه والناس اللي معاه، نشكرهم برشا. فما حديث اللي حكاية حديث الصيف، فما حديث غلط. الحديث اللي هو غلط معناتها يحكي على 5 سنين باش تلعب من خلات، معناتها من خلات نجمش تصبر 5 سنين، فهمتني؟ ما نجمش تعيش في الرابطة الثالثة، نجم تعيش عاش 30 سنة بين الرابطة الأولى والرابطة الثانية، هذيك بلاصتنا، والمداخيل القارة تاع الرابطة الثانية نجم تعيشها، ما يقعدوش تحت رحمة حتى رئيس، اللي يجي ينجم يشد رئيس. وكيف يحكي هو على ولاد البلاد وعلى الشبان، كان تجربة عم ناول ستار فني خلادي وكان ناجح، كان في ابن خلاد معناتها في الريتور شد معانا، انا شديتها في الريتور ابن خلاد في كلاسات الاولانيه، لو كان مجال وزوز والكذا مكشوات كانت تطلع، ودول ستار فني هذول خدم معايا عم ناول، فما ناس اخرين في ابن خلاد من غير ما نذكر الاسامي، لا اله الا الله محمد رسول الله، على انا مقياس جاب لنا لونترينر رضايا سي وليد عزيز، معليش ما حتى مشكل، شكون رانا شنو السي في نتاعه، معناتها شكون طلع، فهمت شكون كاون. ويحكي على الناس وعلى الاعانه، انا نهار الجلسه العامه كنت حاضر، كان سي عبد الرزاق يحكي على السوء وعلى السعود ومش يرجع لبني خلاد، معناتها للعزه نتاعها وللقيمه نتاعها، صبحنا اليوم نلقاو بني خلاد هي الاخره، ولا رينا كوره ولا لينا ننتج، معناتها مش نعاتب فيه هو، معناتها في المجموعة كل في الناس الكل هو مستمك مشاهدوا عليها. أنا لول كنائب رئيس سابق معناتها قلت تحب إعانات، عندي ناس عندي دال عليهم، تفضل كلمني ولملك 10,000 دينار 15,000 دينار، ما عنديش حتى مشكل، حتى نقبل، ما كنتش في الجمعية كان في صعيد بجبل ولا في سامي مامي، كنت معناتها ناس عندي عليهم الدالة ونلمه ونجيبه، وهذيك اللي نختلف انا وسي عبد الرزاق مختلفين، تو مختلفين. اي وين الاعانات اللي وعدت بها سي وهبي؟ لا ما اتصل بي حتى حد، ما كبر بي حتى حد. سلعه وناس لسليمان، سلعه وناس ما سلعونيش. انا نائب رئيس نقص تذكرتي ب 3000 وقفوا في البيت، ناس كلهم تدخل انا يوقفوني كاني معناتها بارتيك، معناتها ماذا بيهم ما يدخلوش للتيران، فهمتني؟ بالصدفه سي علي سرايب كان حاضر في سليمان، جاي تفرج في ابن خلاد، كيف راهم المعامله اللي عاملوني بها، عاد بها قال يا اخي ما يعرفوش، قلت ولا قالوا شو عندنا فيهم زلالي ما يعرفوش، ما نجمش نقول كلام خايب معناتها في ولاد البلاد. واضح سي وهبي، هذه بعض التساؤلات سي عبد الرزاق حكايه في برشا نقاط. خاصة على جبال سي وليد عزيز، يعني معليش ما حتى مشكلة، يعني ما نعرفوش انسان هذايا، علينا مقياس مش يتكون ولا مش يطلع. بون هو حكي على حكي عليه وليد عزيز مبكري سي عبد الرزاق، معلش شنو نجم تجاوب، حكي على 5 سنين قال برشا في الرابطة الثالثة، كيف حكي على الشبان، وحكي زاد على الإعانات، قال أعطي معناتها بادر هو باش يلم إعانات، لكن ما صارتش. بارك الله فيك، أنا نتصور باش نروح باش نلقى عنده 15 مليون، نتصور هكايا إن شاء الله، دوب نروح نلقى عنده 15 مليون ناخذه ما عنده، هذا وعد منه بارك الله فيه. هذا سي وهبي زعينين نشكره، كان نائب رئيس، أول ما شديت الجمعية قبل بليلة كلمني وقال لي راهو عندي 10 ملايين باش نعطيهم لك، وينجم يتصل ويعاود يتكلم، ولحد الآن نستناو في 10 ملايين و 15 مليون. هذا شوف هذا توا هذا كله، احنا شوف احنا اليوم ماناش باش نتيحوا فيه المهاترات هذيا، وهاو الآخر قال والآخر قال، احنا نترفعوا على شيء هذا كله. أنا أحب اليوم بني خلاد، أنا عندي وجهة نظر، أنا اليوم نقول بني خلاد يلزمها 3-4-5 سنين باش نكونوا إيكيب، وعلى خشبين احنا باش نلعبوا في الشامبيونز ليغ. أخي بني خلاد شنو هو أخي بني خلاد تو معناها باش نردها، احنا باش نلعبوا في نيفو معناها عالي برشا، واحد يبانا فلوس تاعنا تعاملوا ما يلقوش باش يصبوا المازوت، تو بربي تو نحكيو تو نبداو نحكيو هكايا معناها ما عملوا ما يلقوش باش يصبوا المازوت، يوصلوا سكروا تليفوناتهم. ما نبداوش اليوم احنا سيرونتين
ما نبداوش نقزموا في بعضنا ونحاولوا باش معناها الا يخرج يا سيدي. انا 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 شكرت مش مزيه. اي انسان يخدم بارك الله فيه، اي انسان اعطاه مجهود وبارك الله فيه. اليوم ماهوش سر بني خلاد ما نجموش اليوم نطلعوا السنة، وانا ما وعدتش، مستحيل كان وعدت قلت باش نطلعوا السنة، من المستحيلات السبعه. اما اش قلت احنا نحكيو بيناتنا مسؤولين، قلنا يلزمنا نعديو حاجه للجوارات، نقول لهم راهو يلزمنا يلزمنا بنلعب ولا حاجه. ما يجي جوار تقول له باش نلعبوا في وسط الترتيب، ما تجيش، يلزمك تعطيه انت تو لو بروفوك باش يلعب، فهمت؟ اما مش شو شو شنو انا عندك انت باش تطلع؟ ما عندناش باش نطلع، وراه ريال مو ما عندناش باش تطلع. وانا قلت لك العقبات والصعوبات اللي نمروا بها سنه من التيرانات المشاكل، الواحد هذا من كل هذا ما يكونوش دفع باش واحد يا دي فاكتور يا دي فاكتور يوريسيت. راهو يلزم فما عوامل النجاح في اي مؤسسه في اي جمعيه في اي بلاصه في العائله، لازم فما عوامل النجاح. شنو نطلع تو انتم تسمعوا على تو يا سيدي، تو نكلمكم بعد نبشركم بال 10 و 15 مليون نستنى فيهم. امشي روحكم شنو نروح لداري بينا باش نروح لبني خليته لعل ناخذ 15 مليون. معناها هذا كلام معناها لا الغير مسؤول بصراحه، غير مسؤول. وانا نحبذ لو كان نلتفوا على الجمعيه سيب علينا من الحكايات هذوما كل. سي وهبي هذا سمعت عبد الرزاق التومي جاوبك وها وقال لك معناتها يستنى في الاعانات نتاعكم اللي باش تلموهم من هنا في الديريكت، تنجم تقول اللي باش توفروهم الفلوس هذم. اختي الو نسمع فيك سي وهبي تفضل. اختي اول حاجه الساعه يجاوبني على الاطار الفني الناجح اللي هو الاولاني في الريتور نتاع مناول الخلادي، يجاوبني عليه الساعه. انت فيه اللي والعشرة دينار كنت اتصلتوا بيا وما زلت في كلامي فيها، ونمشي معهم الناس وياخذوهم. وقت ايش؟ في وسط الجمعة هذه. مرحبا بي في وسط الجمعة هذه قال لك 10,000 دينار حاضرين. 15 قال مش 10. شوف يجي يقول لك الاطار الفني الاطار الفني سامحني الاطار الفني اللي عملوه اللي خدم بارك الله فيه بارك. انا مش انا جو با سونسي انا جو سو با سونسي باش نجيب اطار فني هو جابو عملوه الاخي. انا حر، انا اتحمل مسؤولياتي اخي. هو تو يفرض عليا يا خويا يجي شد انت كي انت عندك ما تبارك الله عليك عملوه، علاش سلمتوا فيها الجمعيه؟ هاكم سلمتوا فيها عملوه الجمعيه، ما يلزمناش نتزايدوا على بعضنا اخي. اليوم انا جاي الكابا فام راهو باش نحكي على ابن خلاد، باش نعطي صوره باهيه لابن خلاد وشنو اللي صعوبات ابن خلاد. لاني باش ننتقد فلان ولا باش ننتقد فلان ولا باش ننتقد رئيس قديم ولا جديد. وانا راهو مانيشني معناها انا نجي في جوره المسؤوليه، وانت تعرف شكون كلمني وشكون حكى معايا باش 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 شديت الجمعيه. يا عيشك وشوف ايش اقول لك باش تعاون نتعاون. اذا كان ما نجمتش انت تجيب 10 و15 مليون ان شاء الله الجمعه هذه تجيب، وكان ما جبتهمش اما ذا بينا نقصوا من الكلام ونعاونوا بعضنا على خاطر تعرف الظرف صعيب والمسؤوليه صعيبه ومش سهله. وانت كيما قلت عملوا الشديد بارك الله فيك، خدمت خدمه باهيه ومنعت الجمعيه يعطيك الصحه. اما مش كوحدك راهو، مش كنتي نائب رئيس راهو عملوه الرئيس سي بلال التجوري راهو، وعندك كاتب اي كنا ستة في واحد احنا، اي ستة في واحد، واحنا واحد في ستة تو. انا نحكم وحدي والاخرين مش يحكموا حدا. لا اسمعني سي وهبي، شوف الخلفي بربي. لا لحظة شوية، حكاية المازون في تاريخ ابن خلال ما فماش حتى ملاعبك حد يحب دوره من ابن خلال. والحكاية بون ممكن كردينا مازوت، لكن الناس كلها قلت الحمد لله من فضل ربي. في تاريخ ابن خلاد لاول مره كل مدرب نتاع اصناف الشبان انت عم نول ما عاودناش حتى بدور ولا حتى احنا باش نعاونوك. سي وهبي يقعد معانا الجمعيه ما عاونتش ابن خلاد. لا سامحني، شوف التقارير الماليه، شوف عاونت ابن خلاد. كابا فام الكلمة ليك.